مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بالتواصل معكم ومرحبا بكم. وكالعادة كنجاوبوا على مجموعة من الأسئلة بعلاش. طبيعة الحال اليوم غادي نصادفوا معنا ضيف اللي غنطرحوا عليه بعض الأسئلة حول موضوع اللي كيقيسنا جميع واللي ولات فيه واحد شي شوية ديال الموضة إلا بغينا نعتبروها. اليوم غادي نقتربوا أكثر من هذه المسألة برفقة الأخصائي النفسي والمتخصص في العلاج المعرفي والسلوكي الأستاذ وسام الزهار. مرحبا بك أستاذ وسام. مرحبا سكينة، شكرا على الاستضافة وتحية للراديو والمستمعين لنا. لا لا خطيك، شكرا لك. اذا استاذ وسام، كيف ما قلت علاش ولينا كنصنفوا كل شيء على انه اكتئاب في حياتنا اليوميه؟ اولا هو الاكتئاب عنده معايير خاصه باش كنقدروا اننا نشخصوا، يعني ماشي اي اعراض ديال انسحابيه ان الانسان تيتقلق ولا كطرى ليه شي حاجه، هنا كنقدروا اننا نهضروا على الاكتئاب. لان كاين فرق بين الكآبه وبالاكتئاب. الكآبه هي واحد الحاله كتدوم واحد المده معينه وممكن تكون عرض فعلا لاضطراب اخر، ولكن هي حاله كتستمر، او الحزن مثلا، او حالات اللي هما صغار يعني عندها مده صغيره. لكن الاكتئاب حنا ما كنبداوش نشخصوه الا الى فتنا واحد ثلاثه ديال الشهور، يعني من ثلاث شهور للفوق كنقدروا اننا نشخصوا اكتئاب. طبعا الاكتئاب عنده بزاف ديال انواع الحلول، كاين اللي مرتبط يعني بمواقف معينه بحال مثلا مرتبط بالصدمات، مرتبط بازمه معينه، مرتبط بواحد الشكل من اشكال مثلا الاكتئاب الموسمي مثلا اللي مرتبط بالجو، ولا مرتبط الكآبه كتجي في الوقت ديال البرد مثلا. كاين الاكتئاب ما بعد الولاده، كاين بزاف ديال انواع ديال الاكتئاب، لكن حنا باش نقدروا اننا نصنفوا كيخصنا واحد الوقت، والا كنهضروا على واحد المشاعر اللي هي مشاعر اللي هي مرتبطه بالحياه، تقلق حزن او كذا، او الناس المزاجيين عاود اللي هو كيقول لك اكتئاب هو كيسميه اي وقت هو طرا ليه مشكل وما عرفش كيفاش يتعامل معاه، تحطو في دائره الاكتئاب. يعني عندنا بزاف ديال التصنيفات، خصنا نعرفوا بالضبط اشنو هو الاكتئاب عاد نقدروا اننا نهضروا عليه. نعم، منها غنبغي نسولك علاش عدد من الناس صبحوا كيتصابوا بواحد نوع من الكآبه من داكشي اللي كنعيشوه بشكل يومي، وكيربطوه مباشره بالاكتئاب وكيتجهوا العلاجات، واحيانا يمكن يكونوا بعض التصرفات اللي غريبه شي شويه غير باش يوصلوا لديك الامكانيه ديال انه ممكن ياخذ لي زونتي ديبريسور، ياخذ دواء ديال النعاس، ياخذ صبحات هذه بحال واحد الموضه. علاش زعما خلقنا منها واحد الصيحه؟ هو بالفعل العالم بحكم التطور ديالو، بحكم الضغوطات اللي حنا كنعيشوا فيها، وهاد الامور ديال السوشيال ميديا وهاد المقارنات اللي ولات بزاف، وهادشي اللي كنشوفوا في المنصات ديال التواصل اللي كنوليو كنقارنوا بيوصلنا، كنحسوا بحياتنا باننا ما وصلنا لحتى شي حاجه، كنحسوا بان الاخر كاين انجازات كاين نجاح، كتولي مقارنات بزاف، كاين ضغوطات بزاف، كاينه بزاف ديال الامور كتوصلنا فعلا للاكتئاب. وبحكم خصوصا ان الحمايه اذا كانت عند الانسان قليله كتوصل للاكتئاب. لكن دائما خصنا نعرفوا بان بحال هاد المشاكل مرتبطه بالزمن، عندها علاقه بالزمن. فاش كنهضروا على الاكتئاب كنهضروا على الديداس، على الماضي، على الامور اللي حنا عشناها في قبل، فدائما ممكن انها تردد وتحسسنا باننا ما درنا والو، بان حياتنا بدون معنى، بان الحياه ما عندهاش واحد الطعم، بان الامور اللي حنا كنعيشوها والامور اللي حنا كنديروها في حياتنا كلها بدون جدوى، بمعنى اي حاجه درتها راه ما غتحقق لي حتى شي ثقه في راسي، ولا غتحقق لي واحد المتعه، ولا غتحقق لي واحد التقدير ديال الذات، اذا لا فائده منها. فهنا كنبدا نسحب شويه بشويه، كيبداو الاعراض الاكتئابيه. الاعراض الاكتئابيه ممكن تكون من موقف، ممكن تكون من ضغط، ممكن تكون من تجربه، ممكن تكون من التربيه النشئيه هذيك، يعني تربيه اكتئاب لانني انا كان دائما عندي ربوني على اساس ان راه الاخر فيه مشكل، ان راه ما غتلقاش خدمه، ان راه كلشي خايف، ان كذا، فالافكار كيبقاو كيتنمو. هي في الاصل ديال الاكتئاب هو طريقه ديال التفكير. حتى دابا تقريبا اقوى الانواع ديال العلاجات اللي كتكون، طبعا العقاقير كتهدد، لكن اقوى العلاجات اللي كتكون هي علاجات عندها علاقه بالافكار. كلما غنهضروا على مثلا الهستيريا كان اقوى علاج فيها في واحد الوقت هو التحليل النفسي، كما غنهضروا حاليا على ان العلاج الاقوى للاكتئاب
العلاج المعرفي السلوكي ولا الجدلي ولا اي اي انواع اللي كتكون مع المعرفي، لكن اقوى اللي كياخذ معها قوه اللي كيثبت الفعاليه ديالو جميع الاحصائيات اللي كاينه عندنا هو العلاج المعرفي، يعني كيكون كيقضي على الافكار. علاش؟ لان الاصل ديال دوك الافكار الاكتئابيه هي الطريقه باش حنا كنشوفوا العالم، ماشي العالم كيفاش ليه، لكن الطريقه باش حنا كنشوفوه. نعم، هنا يعني استاذ وسام، علاش وسط هذا الخلط ما بين لحظات اكتئاب وما بين الاكتئاب الناس كترفض انها تلجأ للاخصائي النفسي او المختص النفسي او للطبيب النفسي بحجه دائما انه اللجوء لمختص نفسي معناه انه وصلنا لواحد الحاله من فقدان العقل او فقدان الوعي، علاش مازال عندنا الفكره مترسخه؟ طبعا هو المجتمع طبعا شي افكار كيرشحها على اساس انها هي الافكار وهي التمثلات الصحيحه، وطبعا هي ما عندهاش علاقه بالواقعيه، بمعنى اننا حنا ما كنتعاملوش مع مرضى عقليين، حنا كنتعاملوا مع واحد السلف كيتسنى العصاب، هو اكثر انواع اللي كنتعاملوا معه هما ناس واعيين عارفين المشكل ديالهم بالضبط، ولكن ما عارفينش ردود الافعال ديالهم يتحكموا فيها او الطريقه السليمه كيفاش يتعاملوا مع المشاكل. طبعا المجتمع هو يشخص بالطريقه اللي هو كيفهمها، يعني حنا كمجتمع حنا كنشخصوا بالطريقه اللي حنا كنفهموها، يعني واحد الانسان غنشوفه بشي حاجه غنفهمو بطريقتنا حنا كيفاش تربينا، لربما سحر، لربما شعوذه، لربما مس، لربما عين، لان حنا هذا الشيء هو اللي كاين عندنا، يعني فقد الشيء لا يعطيه، يعني حنا طبينا على الامور هي اللي كاينه عندنا، ما منتشرش الامور العلميه، منتشر الامور اللي هي نوعا ما خرافيه، فحنا كنولوا كنشخصوا بها، ثم ذاك التشخيص ديالنا بها كتولي عندها قيمه اكثر من اننا نمشيو عند السيكولوج، لان غيقولوا راه مسطير، عنده اضطراب عقلي، لا الا فراس شي حد بانني كنتابع مع السيكولوج غادي يقلل مني، غادي يقول لك لا وانا حتى الايمان ديالك ضعيف، كيربطوها بامور ايمانيه. فهاد كل هاد الامور هذه مرتبطه بالمجتمع ديالنا كيفاش تيحلل الامور، المجتمع ديالنا كيفاش المعتقدات ديالو تجاه اي حاجه عندها علاقه بالتخصص ديالنا، هو كيشوفها بطريقه خاصه، يا كيشوفها شعوذه، يا كيشوفها انها عيب وعار ما خصوش يدير، مع انها امور علميه ويعني اثباتات علميه، ومجتمعات اللي كتبع انواع ديال العلاج يعني كتحاول ما امكن انها تحافظ على الصحه النفسيه ديالها، لان حاليا ولا مفروض علينا اننا نعرفوا شنو هو المجال النفسي، ولا مفروض علينا اننا نفهموا شنو هو الجهاز النفسي. علاش؟ لان الضغوطات ولات كثيره، مفاهيم اللي هي ربما دخلوها في ما هو النفسي ولات كثيره، فوجوب ديال اننا نفهموا الجهاز هذا ولات واحد الضروره ملحه جدا. نعم، ومنو يعني استاذ وسام علاش ولينا ربما تنحاولوا نفوتوا ذاك الاحساس والاحتياج لنا للدعم النفسي ونصنفوا على انه موضه اليوم، اليوم ما فيها بس يكون عندي البسيكولوج ديالي، عندي البسيكياتر ديالي، ناخذ الادويه، نمشي نشوف البسيكولوج مره ملي تنحس براسي تضغط، علاش عطينا هذه الصيغه التجميليه وهذه الصيغه ديال الموضه وما كنبغيوش نعترفوا بانه عندنا حاجه نفسيه وكلنا مرضى بدرجات؟ صح، هو في الاصل يعني ما كاينش انسان كامل وما كاينش انسان عنده القوه النفسيه كامله، انما حنا كنفرقوا بين السواء ولا سواء بنسبه الالم، يعني بنسبه الالم النفسي، يعني كيفاش انايا واش كنضرر من دوك الامور اللي كندير، راه ما كنضررش منهم، انا انسان سوي كنضرر، اذا كاينه واحد الحاجه ماشي هي لامود انت بدات في التعامل مع هاد الامور، لان حنا من زمان حنا الثقافه العربيه ولا الطريقه اللي حنا كنفكروا بها هي طريقه تقليديه، كنقلدوا يعني تنحاولوا ما امكن اننا داكشي اللي ولفناه نديروه، زادت واحد الحاجه جديده هي لامود بالنسبه لنا، كتكون طبعا بين الرفض والقبول، واحد النوعيه ديال الناس بزاف كيرفضوها وواحد النوعيه ديال الناس كيقبلوها، كتكون هي لاموض. حاليا نفس الشيء، لاموض هي اننا نمشي عند كوتش مثلا ولا نمشي عند كذا، هي المعاناه كاينه من زمان، هي حاليا يلا بداو كيبان البوادر ديال ان الناس بدات كتمشي، ان المعاناه كل واحد كيفاش كيفسرها، دائما هي كاينه حاضره منذ بدايه الانسان. الا بدينا كندرسوا في التاريخ كنلقاو باللي حتى الفراعنه في اليمن ديال الفراعنه لقاو اثباتات بانهم كانوا كيعالجوا بعض المشاكل النفسيه، هما كانوا كيعتقدوا انها روحيه وارواح شريره وكذا بطرق معينه. يعني المعاناه ديال الانسان مع المشاكل النفسيه ماشي وليده اليوم، هي قديمه، ولكن كل واحد كيفاش كيشوفها، كل واحد كيفاش كيحاول انه يسيطر عليها. كاين اللي كيسيطر عليها بامور بامور اللي هي خرافيه،
كاين اللي كيحاول يلجأ للأمور العلمية، كاين اللي كيعتبرها ضعف، خصني نمشي عند السيكولوج ولا السيكياتر باش نكالمي الستريس اللي كاين عندي، وهذاك لونكسيتي اللي انا كنعاني منه ما تيبغيش انه يمشي، كيقول لك لا انا ضعف مني الا مشيت، فانا غنحاول ما امكن انني نثقل داك الشيء الداخل، فكيكبتوا الامور غادي كتزيد كتراكم حتى كينفجر عنده شي مشكل اللي هو كبير. فهادو من بين الاسباب اللي كتخلينا اننا حنا ننظروا لهذا المجال هذا بهذه الطريقه. نعم، ما بين ما هو بطبيعه الحال نفسي وما هو ايضا روحي اللي ما يمكنش اننا نلغيوه، علاش كنشوفوا هذا الجانب هذا بواحد الوصمه العار؟ يعني كانه ما من حقش الانسان انه يقول واو عييت، محتاج لواحد الدعم نفسي او محتاج لواحد الدعم روحي من مختص اللي يمكن انه يساعدني. طبعا الفكره ديال الوصم هي فكره اجتماعيه او جايه من المجتمع، طبعا مرتبطه بالتقاليد والثقافه والطريقه التربيه اللي تربى بها المجتمع، سواء كان المجتمع اللي هو متقدم او المجتمع اللي هو يعني في النمو ديالو. الطريقه ديال الوصم هي افكار حنا كنتفقوا عليها، فكلما خرج ممكن انا بيني وبين راسي نخرج عليها، ولكن واحد في المجتمع غيخرج عليها غادي نوصمو وصمه عار بانه لا متخلف لا كذا. مثلا حنا كلنا كنهضروا يعني شي امور اللي هي اثباتات عاديه، كلنا كنهضروا بانه وبين راسنا، ممكن نراجعوا افكار، نراجعوا معتقدات، نراجعوا واحد الموقف طرا ونقول لا كان عليا ما نديرش كذا، كان عليا نقول كذا، كان عليا ندير، ولكن الا شافك شي حد كتولي بالنسبة لك حاجة أكبر أنك كتفكر فيه، علاش هو قال ما خصوش يشوفني، يعني كتولي كتراعي الآخر أكثر ما كتراعي أنت الراس. كلنا كنعاودوا نحاسبوا راسنا، ممكن نهضروا بصوت وممكن بينا وبين ذاتنا كنحاسبوا بصوتنا وكنهضروا، ولكن مجرد كيشوفك الآخر هضرت بينكم وبين راسك كيقول غيقول لي أنا نصدق، علاش؟ لأن فيها وصل، مع أن كل شيء الناس كديرها أو أغلب الناس كديرها باش ما نعلموش، ولكن بما أن فيها وصل فحنا كنخافوا منها. وكل الامور اللي عندها علاقه بوصف والمجتمع رافضها كنحاولوا اننا نبتعدوا عليها، ولكن هنا شنو كنديروا؟ كناكدوا لي انها وصف، وحنا كنشاركوا احيانا المجتمع تيشارك حاجه ممكن تطرى ليه هو او دائما كطرى ليه، ولكن طرى لواحد اخر فهو غيولي جزء من المجتمع وغيشارك في انه يوصل ذاك الشخص، غيشوفوا بديك الحاجه. علاش؟ لاننا كنقراو سلوكات الاخرين بدون ما نعرفوا اشنو الداخل ديالهم في الفون ديالو، هو كيفاش كيحس، اشنو المشاكل اللي عنده. انا كنقرا سلوك، مادام بان لي سلوك خايب اذا غنقرا هذاك السلوك الخايب وغنحكم عليه، لانه ولف العقل ديالنا انه نتائج سريعه. يعني مثلا فاش غنهضروا على الاضطرابات ديال الشخصيه، ربما هو بعيد على الموضوع ولكن نعطوها كمثال، فاش كنهضروا على النرجسي، النرجسي ماشي هو المتكبر، لكن فرق كبير. النرجسي سلوك، يعني واحد كيحس بانه انا متعالي، انا حاس بانني انا احسن من الناس وكذا، ولكن هذا الشيء في اطار السلوكات، في اطار النوايا ما كنقدروش اننا نعرفوا، ولكن بالوصم تنوصموه بانه متكبر، تنوصموه بانه كذا، بدل ما نعاونوه ونوصلوا له الفكره بان عندك سلوكات ماشي هما هذوك، اجي تعالج. لا، حنا كنعطيو ليه الكاشي بانك انت انسان متكبر وكذا خايف، فكنزيدوا في الامراض النفسيه ديالو، كنزيدوا نضغطوا عليه، فكيزيد حتى هو يدير واحد الميكانيزم ديال اشنو كيعطي فرق بينه وبين المجتمع، وتيولي تيزيد في الطغيان ديالو، كيزيد في الطريقه اللي كيشوف بها راسو انه نرجسي، كيزيد يتاكد بان الاخر ما تيحملوش. علاش؟ لانه هو احسن منهم. فاحنا كنساهموا بصيغه او باخرى في الاضطرابات النفسيه وفي المشاكل النفسيه. علاش؟ لاننا ما فاهمينهاش. حنا كون كان عندنا واحد الوعي تام باشنا هو الاكتئاب، مثلا كيجي عندك شي حد مكتئب تقول لا راه انت حيت ما كتصليش وحيت انت ما متقيش الله ودرتي ذنوب ودرتي، شنو كنديروا هنايا؟ كنزيدوا عليه يعني كنزيدوا ندخلوا في دائره الاكتئاب. واحد غادي مثلا شفت انا واحد رساله ديال انتحار ديال واحد الشخص، دخلت لها في فيسبوك لقيت الناس كيعلقوا تحت، وهذاك كان مؤمن وكان كذا، راه غير ما لان ما فاهمينش طبيعه الاكتئاب. الاكتئاب ما عندوش، ما كنرحموش ضعف بعضنا، ما كنرحموش ضعف بعضنا للاسف. صح، ما عندوش علاقه بالامور الدينيه، ماشي حيت نقصد في الايمان، لا، هي افكار، هي افكار اكتئابيه، هي كتوري ليه الحياه، هو كيشوف فعلا الحياه لا معنى لها، كيشوف فعلا انه ما عنده حتى شي قيمه، كيشوف فعلا ان طعم ديال اي حاجه كيديرها ما كايناش، كيشوف انه ما قادرش، الطاقه ما كايناش، فبدل ما نجروه لعندنا ونمشيو للعلاج كنوصموه وكنعطيو ليه واحد التطلع اكبر من داكشي اللي قاد عليه، كنقول ليه شوف الحياه زوينه، ولكن الحياه بالنسبه لنا زوينه، بالنسبه ليك انت، هو بالنسبه لي ما تيشوفهاش هكاك، فانت جرو تمشي معاه في الطريق باش تديه لواحد المعالج اللي يقدر انه يفهمه، اما انك تعطيه عكس افكاره كتناقض ليه داكشي اللي عنده، فممكن تادي به لانه فعلا انتحر. وهادشي اللي كيطرى للغالب ديال الشباب
خصوصا حنا كنهضروا على نسبه الشبابيه الاكثر انتحارا عندنا في الوطن العربي، ضغوطات ديال الاسره كذا كتفرض عليه امور، فكيكتئب، كيدخل في مرحله اكتئابيه نتيجه، كيظنوا انه الا زادوا ضغطوا عليه غادي يتحول ويرجع يشوف الحياه كما تيشوفوها هما. ولكن داك الضغط تيولد واحد الانفجار هو اكبر، تيوصلنا لواحد النسبه ديال الاكتئاب اللي تسموها السوداويه، فكيوصل للانتحار للاسف. نعم استاذ وسام، ختاما شنو هي النصيحه اللي يمكن توجهها للمتتبعين ديالنا بطبيعه الحال في هذا الشق هذا؟ انا بالنسبه لي النصيحه اللي ممكن اننا نعتبرها نصيحه جوهريه هي اننا رأفة بالناس، يعني ما نحاولوش ما امكن اننا نسقطوا مشاعرنا حنا والطريقه باش كنشوفوا حنا الحياه نسقطوها على الناس. كل واحد عنده تجارب، كل واحد عنده طريقه كيفكر بها، فنحاولوا ما امكن اننا نرأفوا بالناس ونرأفوا بالظروف ديالهم وبالمعايير اللي هما عندهم، واخا تكون بالنسبه لنا حنا تافهه، لان التفاهه الصح والغلط هو نسبي، كل واحد كيفاش تيبان ليه الامور على حسب تجاربه، على حسب شنو عاش، على حسب المناعه النفسيه ديالو، البيرسوناليتي ديالو كيفاش دايره، النمط باش عايش، بزاف ديال التداعيات. حنا كنحكموا بسرعه، نحاولوا ما امكن نبعدوا الاحكام، قدرنا اننا نعاونوا، ما قدرناش اننا نعاونوا، حاولوا تقبلوا الاخر مهما كان، بمعنى ان الاخر واخا يبان لك كيدير سلوكات اللي هي غير مقبوله بالنسبه لك، تقبلوا، قدر تعاون تبارك الله، ما قدرتش تعاون حاول ما امكن انك تقبله، فكاين اللي غادي يقدر انه عنده الطاقه انه يعاونه او يوجهه، ممكن تعطيه عنده شيء انني نمشي عندك مشكل او حاس بشي حاجه، سير عند ناس اللي هما مختصين او حاول نقنعو او كذا. فهنا هذه المساله هذه مهمه باش نقدروا اننا نكونوا كمجتمع كنتعاونوا على واحد الحاجه اللي هي نبغيو صلاح لبعضياتنا ونبغيو الخير لبعضياتنا، لاننا ناس ما كيعطيناش مثاليه، ما كاينش انسان مثالي، انا الا قوي في واحد الحاجه فاكيد ضعيف في واحد الحاجه اخرى، وانت الا قوي في واحد الحاجه اكيد ضعيف، حنا غنحتاجوا لبعضياتنا. فحتى الا غنهضروا على الانواع ديال المناعه النفسيه والانواع ديال الذكاءات والانواع ديال القدرات علاش مختلفه باش نتكاملوا، علاش هذا كيكون عنده الذكاء المنطقي عالي والاخر عنده الذكاء الموسيقي عالي ولا الذكاء الحركي عالي، باش نضامنوا وباش نتكاملوا، باش حنا يكون بيناتنا واحد التكامل. اما اذا بدينا كنفترضوا القوه في الاخر ما عمرنا غادي نكونوا يعني نراعي وليه، لان كنفترضوا انه بحالنا في داكشي اللي حنا قويين فيه، هذا في حاله اصلا كنا كنهضروا على القوه. فنحاولوا نراعيوا بعضياتنا، نحاولوا نعاونوا بعضياتنا، هذه هي النصيحه اللي ممكن اننا نقولوها في هذا الاطار. استاذ وسام الزهار، اخصائي نفسي متخصص في العلاج المعرفي والسلوكي، شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه وعلى الاطلاله الطيبه، وان شاء الله اكيد انا نتلاقاو فرصه قريبه باذن الله. لك طيب. شكرا، شكرا بزاف، وشكرا للمشاهدين، ونتمنى ان شاء الله لقاء قريب، وتحيه للجميع، وان شاء الله يا ربي يعني الناس اللي عندهم مشاكل يا ربي يخفف عليهم، ونتمنى انهم هما يحاولوا يعاونوا ريوسهم ويلجؤوا للناس اللي هما متخصصين في المجال، او انهم يحاولوا عا يخرجوا من الحاله اللي هما فيها، حتى الا ما قدروش ما عندهمش الامور الماديه ولا يحاول يهضر يقرب منه الناس ديالو الاصدقاء ديالو، هذا الشيء كيخفف نوعا ما المشاكل. شكرا لكم، اكيد الى اللقاء ان شاء الله. لا يخطيك، بارك الله فيك. وخلال ختامنا لهذا اللقاء كنستحضر جوج من الامثله المغربيه اللي بصراحه الا تعمقنا فيها كنلقاو المنظور الانساني حاضر بقوه، وحاجتنا للدعم الاخر حاضره بقوه. المثل المغربي كيقول لك اللي تعجب كيتبلى، ومثل اخر كيقول الانسان يعني ما معناه انه الانسان محدو في الدنيا، دائما يرد البال، يعني اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. المقصود من هذه الامور كامله هو انه تكون عندنا واحد القدره كبشر على انه غير نخرجوا سربيسنا على خير، ونرحموا ضعف الاخر، لانه كل واحد فينا مبتلى في جزء معين، سواء كيواجهه بوجه مكشوف او لا كيتخبى عليه حتى كيخرج ليه واحد النهار بواحد الشكل اللي غالبا كيكون صعيب انه يواجهه. نواجه نفوسنا ونعترفوا بحقيقه ضعفنا وبضعف الاخر، ونحترموا ضعف الاخر، هذه مهمه انسانيه كبيره بزاف، ومهم اننا نقتنعوا بها ونامنوا بها، ونساعدوا الاخر على انه يقتنع بها ويوصل ليها، واحيانا حتى انه يتجاوزها، وما يمكنش نتجاوزوها بشكل هكذاك غير هكذاك. نحتاجوا الاخصائيين، نحتاجوا لدعم الاحباب، كنحتاجوا لدعم المحيط، فانه على الاقل الا ما قدرناش نعاونوا نقولوا غير الكلمه الطيبه ونرجعوا اللور، ما نتعداوش بالكلمه الجارحه، واحيانا بديك مسكين وبقى فينا وناري وشنو وقع ليه، حيت يمكن حتى انت يوقع ليك في اي لحظه من اللحظات. كنشكر هشام ابو زروه اللي رافقنا اليوم في الاخراج، ونتمنى ان اجوبتنا اليوم وعلاشاتنا اليوم تكون حركاتكم طبيعة الحال، وأكيد أنا غنتلاقاو الأسبوع الجاي في موضوع جديد، في نقاش جديد، وللأسف الواقع هو هذا.